هتخسر ايه لما مصر تقول له انا مش مكمله معاك؟ مصر عندها بديل؟ ما تضايقش نفسك بقى بالصندوق، ولا تقول لي اصل انا محتاج تعويم، انا محتاج اغير، انا محتاج. يعني مثلا في قرار ناس كتير ما خدوش بالهم منه، وده من ضمن الحاجات اللي احنا اتفقنا فيها مع الصندوق، انه امبارح او اول امبارح طلع قرار بالغاء الاعفاءات الخاصه للشركات المملوكه للدوله في مصر. يعني ايه؟ يعني ما يبقاش في شركه قطاع عام او اي قطاع اخر في مصر ليها مميزات ضريبيه او اي مميزات عن القطاع الخاص. الصندوق قال لك كده، الصندوق قال لك انا عايز اشوف سوق في منافسه، ما ينفعش الدوله يبقى عندها مميزات والقطاع الخاص تعبان، انا عايز الدوله والقطاع الخاص الاثنين يبقى عندهم منافسه على قدم مساواة. القرار ده طلع اول امبارح، ويمكن ناس كتير ما فهمتش حكايته، انما ده موجود في المفاوضات مع الصندوق. اقرا الورق، اقرا اقرا، هتلقى ده موجود، انه لو سمحتم ما يبقاش في، يعني مثلا تيجي شركه بترول ما عليهاش ضرايب، ده مثلا انا ما بقولش ان في كده، ما عليهاش ضرايب، ما عليهاش قيمه مضافه، ما عليهاش مش عارف ايه، واروح جاي للراجل بتاع القطاع الخاص قدامه بقى شركه بترول برضه عليك قيمه مضافه وعليك ضرايب زياده يبقى هنا ما فيش منافسه، انت خليت الدوله عندها مميزات مش موجوده. مجلس الوزراء خد قرار واضح جدا اول امبارح، ان شركات الدوله، ان ايه؟ شركات الدوله ومؤسسات الدوله ما عندهاش اعفاءات ضريبيه، وده شيء من اللي انت اتفقت فيه مع الصندوق. هل انت هتقدر تخرج فعلا من الملكيه؟ محدش عارف. هل انت هتقدر توفر العمله بطريقه عاديه بدون انه يبقى السعر متساب في السوق يطلع وينزل زي ما؟ محدش عارف. انما في اتفاق احنا متفقينه معاهم وموجود في اتفاق الصندوق، انه احنا الدوله المصريه، ده موجود واضح، انا ما بقولكمش برضو على اسرار، ده في الاتفاق، ان الدوله المصريه ستقوم بدعم الفئات غير القادره، وانها تضع من ميزانيتها بشكل او له اولويه للناس اللي مش قادره، وللدعم وللتعليم وللصحه، ده موجود في الاتفاق، ده موجود في الاتفاق مع الصندوق، ما هو ده برضه موجود. فالصندوق لا هو وحش ولا هو حلو. وبالمناسبه احنا كنا من سنتين ثلاثه كنا بنشيد بالصندوق، شوفوا الصندوق بيقول علينا ايه، شوفوا الصندوق مش عارف ايه، شوف. انما برضه هو الصندوق يجب ان يصبر علينا، انتوا مش شايفين يا جماعه الوضع اللي احنا فيه؟ انت طالب، يعني مثلا حضراتكم فاكرين ان قلت لحضراتكم المراجعات كانت في مارس وبعدين بقت في يونيو، بقت في سبتمبر، سبتمبر مش هيقعد معاك غير في سبتمبر، معرفش بقى بعد لقاء الرئيس معاها النهارده ممكن اللقاء ده يتم تقديمه او تاخيره. فانت قدامك حل من اتنين، قدام العالم كله موجود، واحد يعني تكمل اتفاقك مع الصندوق بشكل او باخر، لانه هي مش قضيه ال 3 مليار، هي قضيه ال 14 مليار اللي ورا هذا الامر من اصدقاء ومن حلفاء ومن شركات، لانه ما حدش هيجي يحط الفلوس والصندوق بيقول ان انت غير مؤهل لهذا الامر. للاسف الصندوق قوي، مش حاجه يعني مش حاجه في العالم.